متجوز وعنده مرته لها ذهب في جهة، فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو مرته تطلع طبعا، طبعا المصاري منه. في له أم مطلقة وبتربي أطفال، فبقول لك لو إن المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة، يطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على أخوانه، فهل يجوز يعني ولا لا يجوز؟ ولا الحلي لزوجته، جوز الزلمة ابنها، نعم جوز ابنها، زوج رجل، طيب الحلي لزوجة الرجل، هو بده يخرج الزكاة بموافقتها، موافقة زوجته، نحن بنحكي عن الزوجة، نعم، هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته، نعم كويس؟ نعم. طيب وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه، مطلقة أمهم من إخوانهم، أي نعم. طيب بموافقة الزوجة، أي نعم بموافقة الزوجة، أي نعم. نحن فهمنا أنه إخراج الزكاة بموافقتها، أي نعم، لكن صرف الزكاة لها الأشخاص دون بموافقتها ميت بجوز. وسبحانك اللهم شيخنا، امه مش ام اولاده، ام الرجل، الزكاة بارك الله فيك من الزوج مش منه، انا فاهم، بس قصدي يعني كأني فهمت انت تحكي انه مطلقة ام اولاده، هي يعني ام الرجل، ام نفس الرجل، ايه هيك سمت، خلاص جيد هذا، ورأس السؤال ذاك الله خير، ما شاء الله مش يبتاوي تجي شوار، لو سمحت ما صار لك ساعة في عصفة الخبر، طلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه، نعم لا هو الزكاة مو للوالدين، صورة هون فلوس منه، فلوس الزكاة مش من نفس الزوجة، سيدي الشيخ عبد الله، ابو عبد الله، لا بدك بس كلمه صغيره، توضيح السؤال شيخ سيدي عبد الله، توضيح سيدي للسؤال، بالنسبه للمصاري اللي تطلعها من الزوجه من نفس ابنها اللي هو الزوج، المصاري اللي بيعطيها ثمن الزكاه من نفس زوجها اللي بكون ابن المراه، طيب أنا شايف فيها القضية دور ولفت، لكن في النتيجة الحكم واحد، المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته، نعم كويس، برضا منه ولا لا؟ برضا منه كويس، بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك، خذي تصرفي فيها بما تشائين، اي نعم عنده الاستعداد، فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرفيهم كما تشاء وجزاك الله خير، الله يجزيك خير، واضح؟ هل يجوز استعمال تنويم مغناطيسي؟